حدث إذن بعد تدخل الجيش؟ نعتبره يعني نكسة حقيقية. نكسة حقيقية لماذا؟ لأنه كان ينبغي للذي وصل إلى صناديق الاقتراع وأوصله الشارع صوت الشعب أن يزول أيضا بصوت الشعب وحركة الشارع. كان هذا شيئا رائعا لو لم يحدث تدخل الجيش في اللحظة التي تدخل فيها، والذي أساء للأسف في اعتقادي إلى كل هذه التجربة الهامة وهذا الحدث الكبير. وأنا لا أؤمن بأن هناك تحالف بين الجيش وبين قوى الثورة، هذا كلام لا ينطلي على الديمقراطيين ولا ينبغي أن ينطلي عليهم. الجيش يبقى جيشا وهو النظام الحقيقي الذي حكم منذ 1952 والذي عرقل عملية الانتقال نحو الديمقراطية في مصر، والذي يتدخل الآن مرة أخرى عندما رأى كثافة النازلين إلى الشارع خشية أن تصبح هذه الحركية أن تمتد إلى أن تمس بجوهر النظام، فتدخل من أجل الاستيعاب مرة أخرى وأزاح مرسي لكي يقوم بعملية تنفيذ الاحتقال الكبير. ولكن أعتقد أن عملية استيعابية وأن على الجيش أن يلتزم الحيل، وكان يمكن استعادة الثورة واستعادة مصر بدون هذا التدخل العنيف. وباعتباري ناشطا مدنيا ومثقفا مستقلا ديمقراطيا أعتبر أن الاعتقالات وتوقيف القنوات شيء يتنافى مع قواعد الديمقراطية ويمثل نوعا من الخرق السافر لحقوق الناس. ولهذا لا نقبل الاعتقالات، ينبغي لتيار إخوة المسلمين أن ينشط سياسيا وهذا من حقه كما يقصد جميع الفرقاء الآخرين، وأن لا يوجد شخص في الاختفاء القسري أو في الاعتقال أو في الحظر والمنع. هذا شيء يسيء إلى التجربة المصرية التي هي ماضية نحو إنجاح الثورة. أعتقد أن في إطار هذا المنظور وهذا يعني رأيي متواضع يمكن أن نستفيد مما يجري لصالح بلدنا سواء الديمقراطيون أو المحافظون.